كان عندي شعور بأنه عمل كل محاور هدف إظهار المعلومات اللي ممكن تهم المتلقي، ولنجيب أي معلومة في كثير طرق، أكثرها قرباً علي هي القصة، القصة اللي ممكن يسردها الضيف بتفاصيلها، بنبرة صوته، بانفعالاته وردود أفعاله، ممكن تحكي كثير، ممكن توثق فترات مختلفة عاشها، ممكن تاخذنا على أحداث مرقت معنا إحنا كمان، وبالمقابل نعيد النظر فيها ونتمعن بإحداثياتها. نحكي لبلد. مساء الخير، حلقة جديدة منحكي فيها لبلد. لبلد منعتز ومنتمسك بأنه غالبيته العظمى ينتمي أساسها إلى شريحة الفلاحين، وهي طبعا قبل ما دخل تيار التمدن والعولمي لبيوتنا ومجتمعنا ومجتمعاتنا أيضا. لكن في المقابل، من الأمور اللي ميزت الفلاح الفلسطيني بجميع أماكن تواجده هو إيمانه بأنه التغير المجتمعي الطبقي هو ناتج عن شيء واحد ووحيد. صح، عم نحكي عن التعلم الأكاديمي، وهذا كان قاسم مشترك لكثير من عائلاتنا لحد ما وصلنا لهذه اللحظة اللي فيها ارتفاع بنسبة الأكاديميين والأكاديميات أيضا. يمكن هاي كانت مقدمة ضرورية لنبدأ نحكي لبلد الليلة، قصة خاصة وتفاصيل طريق وطريقة أيضا برز فيها الباحث الأستاذ في جامعة فيرتسبورغ والمعالج المختص في مجال تقويم الأسنان بروفيسور نزار وتد. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير في منحكي لبلد. قديش هاي الصور أستاذي بتمثل بالفعل مسار حياة كامل، ولا في تفاصيل بتبينش بالصور أوقات؟ أول مساء الخير لك أستاذ أمير والمشاهدين والمشاهدات. طبعاً هاي الصور بيذكرني بشغلات كثيرة، بالأخص صوت الوالدي وكمان المسارات الأكاديمية. بالطبع هاي الموضوع بيبدأ من كذا سنوات، يعني من أيام الدراسة في المدرسة إذا كانت الإعدادية أو الثانوية، ومن ثم الجامعات اللي كان مشتركين فيها كثير من العائلة، إذا كانوا الأخوة أو الأخوات الأب والأم، ومن ثم العائلة اللي هي الزوجة. نعم. وكذلك الأطفال اللي عانوا، والعائلة اللي هي ناتج ما بعد مسار تعلمي وأكاديمي وما إلى ذلك. بشكل عام بتعرف أستاذي، في فكرة مسبقة عن الأكاديميين وبالتحديد المتقدمين في الألقاب الأكاديمية مثل حضرتك اليوم اللي مشرفنا في منحكي لبلد، أنه الحياة اليومية قد تكون رتيبة أحياناً، ما فيها كثير إيقاع، ما فيها كثير تطرف أو تجارب حتى حياتية متطرفة، تنقول دائماً هيك راصن وكأنه بالكتاب. هاي فكرة مسبقة، أوكي؟ هل هاي الفكرة المسبقة صحيحة؟ وإذا مش صحيحة اثبت لنا العكس. هاي الفكرة لا أريد أن أجزم أقول إنه صحيحة مش صحيحة، نقول هيك لا يمكن أن تكون في الأكاديميات. نعم. ولا ونفس الوقت أن لا تكون مطلع على أشياء كثيرة، لأنه الحياة الأكاديمية الاجتماعية تفرض عليك هذا الشيء، أنك مطلع، يجب عليك أن تطلع على أشياء كثيرة. يعني ما بتقدر مثلا تكون في جلسة الكلية في مثلا في ألمانيا ومش مطلع على الأخبار عن الأخبار السياسية أو الاجتماعية شو بصير، لأنه بداية كل حديث علمي يبدأ بحديث اجتماعي. لذلك بقدر أقول إنه من ركيزة الأكاديميات إنك تكون مطلع
كمان على الاجتماعيات وواحدة تكمل الأخرى. لذلك أنا بقول إنه هذا غير صحيح 100% إنه الأكاديمي فقط إنه بالكتاب، لا، الأكاديمي لازم يكون مطلع على أشياء كثيرة، وبالتالي هيك الأمور يمكن أكثر أو أقل نسبية. أنا يعني كان في عندي خيار أو خيارين بالأساس. الخيار الأول اللي هي شوي حطيته على جنب بالأساس أستاذي، هو حول التطرق للعائلة وفصولها وأصولها والبيئة اللي ترعرعت فيها، ولكن اخترت الليلة أنه نتحدث عن هاي الأمور من خلال إسقاطاتها ربما على الناتج، وهو بروفيسور نزار وطت اللي قاعد قدامي هاي الليلة في بنحكي لبلد. أنت من عائلة فلاحين، نعم. الزراعة ماذا زرعت بك؟ بداية حياتي بدأت في الفلاحة وفي الزراعة. يعني ما كنتش أعرف إشي ثاني الحقيقة. اللي كنا نعتاش بشكل أساسي ويومي 100%، نعم. وأساسي على الزراعة، يعني كانت العائلة كلها مشتركة، وكانت تديرها الـ 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 الورش الزراعي كانت تديرها الوالد الحقيقة، نعم. الوالد كان يعمل في النجار، كنجار في النجارة، وكنا كلياتنا نشتغل في الزراعة، نقوم صباحا ونذهب إلى الحقل، ومن ثم نعود من الحقل نذهب إلى المدرسة، ومن ثم نعود من المدرسة نذهب إلى الحقل من أجل أن نقوم في العمل ونساعد الوالدة ونقدر نكون حالنا. يعني بقول لك الحقيقة لولا الزراعة لما تكون، ما كانش إمكانية ثانية. الوالدة كانت ليس خريجة جامعة ولا مدرسة، هي الحقيقة كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب. نعم، وعم نشوف حاليا صورتها على الشاشة. بما أنه أجينا هيك يمكن على ذكر الوالدة، أنت تؤكد دائما أستاذي أنه هي كان في عندها من الذكاء العاطفي كثيرا بالفعل بتعاملها، والذكاء الاجتماعي بتعاملها معك كأبناء في نفس البيت، معك ومع إخوتك، أنتوا عيلة ست أنفار صحيح. الذكاء الاجتماعي اليوم يقال أنه مفقود حتى في أوساط الأكاديميين. جيلنا على سبيل المثال عم بتعلم كثير، بيروح على الكليات والأكاديميات والجامعات، ولكن ما نعاني منه بحسب كثيرين أيضا فقدان الذكاء الاجتماعي. هل توافق مع ذلك؟ أوافق هذا 100%، إنه الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي يلعب في مجتمعنا دور كبير، وأنا هذا عشته في كشخص مع والدتي. هذا الذكاء الاجتماعي والعاطفي اللي بسببه أنا قدرت أتقدم في المدرسة في المرحلة الأولية. نعم. يعني أنا قلت مرة أمي كانت لا تقرأ ولا تكتب، ولكن كان بالنسبة إلها مهم جدا الدراسة. كيف بدها توصل إن أو تجبرنا بين قوسين إن ندرس؟ أنا أذكر يعني وكأنه قارب الإنقاذ من نمط الحياة اللي كان وقتها، اللي هو ما بين الفلاحة الزراعة والنجارة. هل كان وقتها نظرة والديك، يمكن والدك ووالدتك، هل كانوا ينظروا للفلاحة والزراعة والنجارة على أساس إنهم ورطة معينة؟ إن كل مش ورطة معينة، وإنما ما كانش إلهم بديل. أما شغلة واحدة عرفوها الاثنين إنه لازم نتعلم. يعني إحنا محلنا مش ما كانت والدتي أو والدي النجارة أو الزراعة، بدنا يجب أن يكونوا في تعليمنا في المدارس ومن ثم في الجامعات. هذا كان إشي إلهم بديهي. نعم. جدا، وكان ملحوظ. يعني حتى إذا كنت أنا أساعد الوالد مثلا في النجارة، عمره عشان ما ما أمسكش اسم الآلة اللي هو بيشتغل فيها وفكر إنه احتمال أخذ الـ الـ العمل في الوراثة. نعم. ما كانش كل اسمها بذكر، كل جيب لي مثلا ذاك أو هذاك،
أو تلك يعني ما ولا مرة قال اسمها. مرة سألته طب ما إلها اسم ليش أنت بتقولش يعني؟ كان مش مهم أنت دي بالجامعة أحفظ الأشياء الأكاديمية وأنا بعرف هاي المصطلحات هاي ذاكرها جدا يعني. نعم يمكن في هيك دخول أكثر في تفاصيل هذه الحياة، في تفاصيل هذه العائلة المكونة من 6 أفراد. بروفيسور نزار أو نزار في حينها تحت كنف مين كان من إخوته؟ ومين من إخوته كان تحت كنفه؟ على مين كنت تتكل بمحلات؟ ومين كان يتكل عليك في الأنفار الخمسة؟ أنا كنت أتكل على الوالدين وبالأخص من أخوتي على أخوي كنعان، دكتور كنعان وتاد، اللي هو كان إنا قدوة. كنعان هو البكر؟ هو الكبير، أي نعم. ولكن لا أنسى خواتي اللي لعبن دور كبير حتى في تربية إن كنت صغير، وكنا كل شغلة بدنا إياها كنا نتوجه لها. لكن عم تعرف عادة الوالدين صعب الواحد يتوجه لهم، لأنه كان تعرف قبل إنه مش مثل اليوم الـ 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 في هذا الخجل في والبعد المسمي الاحترام ديش أسميه خوف. هسا كنا إيش نروح للدائما للأخر. في كمان أوقات يعني صورتك لذاتك قدام أهلك بديش أطلب من والدي يمكن عشان ما أبينش أنا بصورة المحتاج 100%. أي نعم. هسا نلجأ لمين؟ كنت ألجأ لأخوي مثلا لما كنت بدي أدرس برا أو بدي أتخصص أو بدي تمويل أو كنعان أو فكرة هو الحل. أي نعم. لأنه كان متفهم لكل إشي، مطلع، درس بريت البلاد وبيعرف كيف الأمور ماشية، إنه يفهمني بيكون أسهل. نعم. ما إنه مثلا يفهمني الـ 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 الوالد في هذا السياق المقصد أو الوالدة. إحنا عم نستعرض بروفيسور نموذج يمكن للعائلة العربية التقليدية أو الفلسطينية كمان التقليدية، اللي دائما في واحد من الإخوة هو الظهر، هو المرجع والمرجعية كثير لما منحتاجه، لما إحنا عنا أي تساؤل حتى دغري منرجع له قبل الأهل أحيانا، لأنه العلاقة مع الأخ دائما فيها أخدان وعطيان أكثر يمكن من الأهل. ولكن هذا النموذج من العائلات اسمح لي أقول لك أنه تقريبا يتلاشى شيئا فشيء. هل إحنا اليوم صرنا في زمن للعائلات فيه عم بتكون أو عم تتميز بالرابط البيولوجي أو رابط الدم وفقط رابط الدم؟ العلاقات الاجتماعية، الاتكال، يمكن هذا صار مفقود؟ المساعدة صارت مفقودة؟ نقول بديش أقول مفقودة ولكن قلت بشكل كبير، لأنه البدائل للإجابة على السؤال اللي أنا بدي أطرحه دائما أو كنت أطرحه موجود. بدي أسأل عن الدراسة، بفوت على الإنترنت، بتواصل مع الجامعة، بدل ما أني أسأل أخوي أو أختي، بدل ما أتوجه لمؤسسة معينة. نعم. لذلك أنا بقول هذا الرابط الاجتماعي في الحقيقة هو مش انمحى نهائيا وإنما قل كثير، موجود في القرى وغير موجود في المجتمع المدني أو المتحضر، وأنت عايشت الاثنين في ألمانيا وفي جت المثلث. صعب المقارنة، مش سهلة بين المجتمعين لسببين. السبب الأول الدول مثل ألمانيا أو الدول الأوروبية ما بلزمهم مش الترابط الاجتماعي القوي، لأن الدولة نفسها والمجتمع بيهتم في أمور الفرد، المنظومة الحياتية. نعم. لذلك هناك بعد 18-19 ما بيلزموا أبوه للتمويل، أنت مستقل تماما. أما لا يعني أنه في شيء ترابط اجتماعي، لا. الترابط الاجتماعي تعريفه يختلف. إحنا هنا الترابط الاجتماعي تكافلي نقول أكثر. صحيح. ما هو شو نسميه اجتماع بمعنى التقارب.
لذلك عشان نوضح العلاقة التكافلية بشكل عام بين أي كائنات هي موجودة حتى في العلوم، علوم البيئة دائما في تكافل بين حتى الكائنات الحية اللي ما فيش عندها نعمة العقل، يمكن يتتكافل الشجرة بتتكافل من الحشرة اللي بتنمو عليها والعكس هو صحيح. تفضل. مزبوط. هسعت هناك الظروف مهيئة إنه الحياة الاجتماعية تكون تختلف عن حياتنا الاجتماعية. نعم. يعني أنا بتذكر قصة كان إلي صديق اللي أجا معاي هنا، اللي هو كان رئيس قسم القلب في جامعة فيرتسبورغ، أصله فلسطيني من الخليل. ولما أجا زارني هون وقفنا على قهوة، وكان دكتور كنعان وأصدقائه قاعدين هناك مروحين من العمل. بتقول لأخوك دكتور كنعان؟ لا، كنعان أبو علي. وجه له هيك مساء الخير على الهواء. مساء الخير أبو علي، إن شاء الله بنشوفه كمان ساعة ونص. ومن مساء دكتور كنعان أبو علي كمان مرة من بنحكي لبلد. شو طلع لي رجعت عليه شوي حزين. بقول له شو المشكلة يا دكتور مازن؟ قال لي شايفهم؟ بقول له نعم. قال لي أنا حاسدهم على هاي القعدة. كانوا قاعدين أصدقاء أطباء، نعم، بتصلوا مع بعض، اللي هذا مش موجود كثير منه في ألمانيا. يعني في بدائل اللي تختلف. صحيح. الساعات بالوسط العربي أو عندنا في القرية الوضع الاجتماعي جدا مهم إنه يكون متماسك، لأنه الظروف غير مهيئة. والتركيبة تبعت الإنسان في القرية أو في البلدة يمكن ربي على هذا النمط وعلى هاي المنظومة، فهو بالتالي صار بحاجة إلها. بينما إذا بطلع شوي يمكن على عالم مختلف ومجتمع مختلف ببطل بحاجة إلها، يمكن في فترة تعود ولكن بستغني عنها بشي مرحلة من المراحل. أنا بدي أروح هيك مرحلة ومستوى لقدام شوي. بروفيسور، قلت كثيرا انه انت يعني بلشت او بدات في مجال الاقتصاد اعتقد، ومن ثم شغفك بطب الاسنان هو اللي سرقك بشكل اساسي مهنيا. هات نشرح للمشاهدين. بشكل عام الفنان بيقول والله انا عندي شغف بالمسرح، او انا عندي شغف بالموسيقى، لانه حتى لو اشتغل اي شغل تاني فهو بيرجع لهذا الاطار، او وقت فراغه كلياته يا بيكون معبى مسرح يا موسيقى يا مش عارف ايش. كيف الانسان اللي عنده شغف بطب الاسنان ممكن يستعمله؟ ماهيه هذا الشغف؟ انا بديت ادرس، دراستي كانت تختلف نهائياً عن طب الأسنان. أولاً بديت في الجامعة العبرية اقتصاد وإحصاء، ولكن دائماً كنت بدي أدرس طب أسنان، ورفضت مرتين أنا في المقابلة الحقيقة لطب الأسنان. بيني وبينك عشان فيه مصاري أكثر؟ لا، لو بدي أقول لك، لو أنه على المصاري كان أنا بعد ما خلصت التخصص مباشرة جيت على البلاد، تقريباً ما كان أخصائيين في الموضوع حتى على مستوى الدولة بسنة 1995، كان العدد جدا ضيق. وبألمانيا كان أحسن وأحسن واحد يعمل النقود إني أعمل التخصص طوالي أفتحها مباشرة تحيادة مثل أصدقائي. هذا بروفيسور تعرف هذا الوضع قديما، تعرف اليوم شو بصير؟ اليوم قبل ما الطالب يتخرج ويأخذ شهادته ويصير في حفل وميمعة وعرس تبع تخرج، اليوم بفتح بيج بالإنستغرام عشان يسوق حاله كدكتور. هذا الحقيقة أنا مش مع هذا الشيء، إذا كان علميا فليكن. نعم. أما التصوير رح نحكي عن التجارة، ولكن هات نرجع على الشغف. كنت بدي أتعلم طب أسنان، ولما شفت بالمرة الثانية رفضت والثالثة سأرفض ما استنيتش ولا ثانية. يوميتها أخوي الدكتور كنعان أجى علي وكنت شوي متضايق وكان لي شو فيك؟ قلت الحقيقة أنا رفضت كمان مرة ورفضت مرتين وهي المرة الثالثة على الطريق يعني. قال لي طب أنت شو يعني رابطك في هنا في, في 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 الجامعة؟ يعني هاي نقطة من الكون. صحيح. وليس مركز العالم، تقدر تعلم في ألمانيا في أمريكا في إيطاليا. وهيك أجتنا الفكرة
طوالي نحاول لأربعة. نعم، إذا إحنا عم نحكي على مرحلة من هذا النوع في 85 كان في وكأنه رفض لقبولك في طب الأسنان، بروفيسور، الرفض ماذا يولد وماذا يفقد الإنسان؟ الرفض يولد اللي بسموها التحدي. إذا أنت مآمن بشغلي وبدك إياها، الرفض يقوي العزيمة أن تحصل عليها. هذا إذا أنت عنيد كفاية. أنت عنيد بروفيسور؟ أنا هسا بحكي، إذا حطيت براسي شغلي بعملها. لازم تعملها، ما لا تراجع فيها. وماذا يفقد الإنسان؟ يفقد الأمان. مش هوين اليوم حدا يقول لك لا أنت غير مقبول، أنت لا تجيب عن المعايير المطلوبة في مجال معين. إذا أنت مهزوز شخصيا ممكن يعمل مشكلة، وإذا أنت قوي ممكن خليك تفقد الأمان في المجتمع. الثنتين سلبيات، ولكن هاي مش نهاية الدنيا. نعم، دائما أنا بطلع على الكاس، نص الكاس الملان، بشوف التحدي من أجل الحصول للهدف اللي أنا بدي أسعى له. نعم، هاي أهم شغلة. بعد هذا الرفض إذن طلعت على ألمانيا، بدأت دراسة اللغة ومن ثم دراسة طب الأسنان وما إلى ذلك. شق كثير مهم، دائما هيك بنحكي عن اللي الشاب والصبي اللي بيطلع من مجتمعنا للعالم الغربي، اوروبا او اي دوله في العالم بالتحديد لحتى يدرس، دائما بيقولوا اوه كل الاحترام وكانه ما في تحديات وما في صعوبات. انا حسب رايي من ابرز الصعوبات اللي ممكن تكون في دول غربيه وبالتحديد اوروبا هو التحدي الثقافي. هل الفلاح لما بيطلع على العالم الغربي بحس بفقر ثقافته بمحل من المحلات وانكشافه أيضا على كثير جوانب من الحياة؟ فقر في ثقافته بديش أسميها، ولكن نقص هو معينة، نقص للثقافات الأخرى. هاي بحسها عدم انكشاف. عدم انكشاف بالضبط، لأنه إحنا ما تعلمنا في المدارس عن الثقافات الثانية، ما انخرطنا في مجتمعات ثانية عشان نعرف شو قاعد بصير. نعم، مجرد تعلمنا التاريخ. صحيح، يعني والتاريخ المختار بدقة، ولكن أول ما واحد بوصل هناك في صدمة ثقافية وصدمة اجتماعية. نعم، اللي إذا يبكاش الواحد مهيئ إلها ممكن تودي في اتجاه غير صحيح. كيف تأقلمت مع هاي الصدمة أو أقلمت نفسك؟ اشتغلت على الموضوع كثير، ولكن علي أن لا أنسى أنه في كان ناس هناك اللي ساعدوني ومهدولي هذا الشيء اللي أنا بقدره، أنه كيف انخرط مع أصدقائهم، كيف انخرط مثلا في نادي رياضي. نعم، اللي هم عندهم خبر عندهم 4-5 سنوات 6 سنوات موجودين، اللي اتحول لي الفرصه وبلزمش ابني كل شيء من الصفر. ومن هذا الشيء الحقيقه انا تعلمت كثير، وكنت اخذت على عاتقي وعلى نفسي انه اللي بده يسالني كيف يجي علمانة انه ما يبداش كمان من الصفر. وهيك نعم، عملت مع اولاد اخوتي مثلا، وراح اعمل مع اولادي، مع نعم، اولاد جيراننا، انه ما يبدوش من الصفر. وهي اللي بتعمله المجتمعات الثانيه. اذا بنطلع مثلا في بكل دوله لها مؤسساتها بدوله ثانيه، اللي هناك بيلجؤوا لها وبيساعدوهم وبيوجهوهم، اللي كان ما فيش. هذا متعلق كمان في الجاليات، وإحنا مع التركيب السياسي المعقد الموجودين فيها يمكن عمل الجاليات قد لا يعني أي شيء، لأنه يمكن ما فيش عنا جالي لعرب الداخل، أو صار مع الوقت تجمع معين. حكينا عن الرفض في البلاد، هات نحكي عن الرفض أيضا خارج البلاد. وإحنا لما منفوت على مجتمع جديد إلا ما يقولوا لنا لا أنت غير مقبول بإشي، أصعب رفض كان لك في ألمانيا أول ما طلعت؟ أصعب رفض أن إحنا ممكن يعني ما نحكيش بس على المجال العلمي بروفيسور، أنت عارف ممكن تقول لي والله كنت بدي أتعرف على صبي، وقالت لي لا أنت عربي بنفعش مثلا. أصعب رفض كان الحقيقة لما أنا خلصت دراسي
ورحت قدمت طلب لمحل أشتغل فيه قبل أبدأ في التخصص. حسب القانون الألماني لازم تشتغل تقريبا سنتين، واشتغلت في قسم اللي هو قسم الليثي في الزمانات في عيادي. أصعب إشي لما أجاني رفض، مع إني أنا كنت في سنة بالتسعين لحد التسعين كنت أخذت أعلى شهادة في الفصل كلياته، وكل أصدقائي زملائي كانوا يشتغلوا وأنا أجاني فقط رفض، لأنه ما في عندك فيزة عمل. هاي واحد كان ما فيش فيزة عمل، وكان فيش عمل. طبيب مستعد يفوت كل هاي الميمعة ويطبش راسه ويفوت على مع الحكومة وتجيب وودي، ولقيت شخص واحد اللي فهم الموضوع، واللي أنا هو بنسهوش كمان طول حياتي اللي هو دكتور بخر. يعني وين أنا بديت أشتغل كطبيب أسنان، اللي هو عند قال مستحيل يفرضوا علي أنا بدي شغل من عندي. وهي نقطة مهمة رح نحكي فيها في حديثنا بروفيسور، حول احتضان العقول الموجودة في أي دولة معينة. بس أنا بدي هيك أسكر يمكن دائرة الثقافة الغربية اللي إحنا أوقات منختار حتى نكون منكشفين إلها أكثر، أو منضطر في ظروف كالتعليم الأكاديمي خارجا منضطر إنه ننكشف إلها. اليوم لو بدك تجيب أي شيء من الثقافة الغربية هتنقول على البلد لهون، شو بتجيب؟ الأمانة. شو يعني؟ يعني الاتخاذ أخذ الأمور. شفت وصلنا لوقت إحنا عم نفهم عم نسأل شو يعني الأمانة؟ إنه يأخذ الأمور في كامل الجدية ونأخذ الأشخاص كمان في محمل بكامل الجدية، وبالتالي النظام أيضا كأشخاص. النظام بدايته في الأمانة. كيف يبدأ النظام؟ إذا أنا بحط واحد يشتغل في يعمل تعبيد الشارع مثلا، بدشره برجع بعد ثلاث ساعات برجع بالكاب يشتغل. هذا بسموه النظام والأمانة. صحيح. النظام يبدأ في الأمانة، إنه يجي على الشغل بالوقت، يطلع في الوقت، بلزمش له مراقب، اللي هو يتطلب إشي بسموه الانتماء. هذا الانتماء بمعنى أنا قلت الأمان لأنها تحتوي كل هاي المواضيع. صحيح. أنا لا أدافع هنا، ولكن تعرف هيك تعودنا في مدارسنا وبالتحديد المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، تعلمنا يحطونا عريف صف وكأنه الرقيب أو الشرطي. هاي نظام وهي منظومة يمكن بعدها شغالة لليوم، بس لا شك أنه أثرها علينا هو يعود بالسلب. وحول النظام، يعني هيك إحنا في بلد اللي بتعد حالها من دول الـ OECD وما في إشي منه. هذا الموضوع حلقة أخيرة من الخارج، أحلام لم تحققها في ألمانيا. إني كنت دائما بكيت بدي أتعلم موسيقى بيانو لهالساعات بعد ما حققت. ليش؟ لأني ما فضيت بالدندن. كيف بترضي هاي الحاجة للموسيقى اليوم؟ إني بقعد أنا على البيانو في الدار وبطقطق، بشوف أولادي كلهم بيعزفوا وبقول له اعزف لي، اللي بقول لي أنا معيش وقت هسا أنا مش حابب. أنا بقعد طقطق من حالي لحديت ما أخذت قرار إنه سوف أتعلم إن شاء الله عن قرب. عم بتعلم، بفهم إنه عمر وكرم ودانا وأمير بيانو. أمير بدك بيانو، دانا بدك بيانو وبتدك. شايف لو جبنا أمير لهون كان عملنا استراحة موسيقية. يمكن نوجه تحية لعمر اللي موجود إسا في غرفة التحكم في الكنترول روم كمان معنا. هل هذا بيقول إنك كنت يمكن تراضي هذا الشغف بالموسيقى بحضور كونسرتس أو عروض موسيقية في ألمانيا؟ كان دائما عندك هذا البريفيليج إنك تقدر تروح أصلا على عروض موسيقية؟ في هناك في المدينة أو في جامعة فيرتسبورغ وين كنت أتعلم، وين هسأت في الوقت الحالي كمان بدرس، كان عندي عضوية دائمة في المسرح مع الفرقة الأكاديمية. نعم. اشتراك دائم، كان أشياء جدا جميلة، إذا كونسرتس أو 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 مسرحيات اللي أنا ما قدرتش أقرأها بجوز في صغري،
وكانوا يتحدثوا عنها في مستشفى الجامع عن انه يقولوا روح بدنا نشوف هاي المقطوعه او نروح نشوف المسرحيه. وكنت الحقيقه احب اروح يعني لهناك. الشغل اللي لازم اعترف فيها اني بكيتش احبها اللي هو البلت. وبعدك لسه بتحبهاش؟ لا هاي يعني بدي اقول الحقيقه هاي يعني بروح يعني بتذكر قصه كنت عندي يعني اذا في قدامك اليوم لوحه باليه ولوحه رقص شرقي شو بتختار صدقا؟ الشرقي. اي نعم. تفاصيل الحكايه بعدها ما اكتملت، بعد في منها جزء ثاني ولكن بعد الفاصل. بروفيسور نزار وتد حكينا عن العائلة، حكينا قبل الفاصل كمان عن طبيعة المجتمع الفلاح، عن التحديات يمكن اللي بتواجهه تركيبة العائلة، تركيبة الإخوة كمان، عن حياة الأكاديمي بشكل عام، عن الذكاء العاطفي اللي كان عند والدته، وكثير شغلات تتعلق بالثقافة والفروقات بين الثقافة المحلية والغربية. شو مخبي لنا الجزء الثاني من منحكي لبلد؟ هادو تنشوف. جديد يا مساء الخير. مساء النور بروفيسور، بس فهمني شو كنتوا تحكوا انت والزميل روني هسه بالالماني وانا مش فاهم. حياني في اللغه الالمانيه وكان حياك. اي نعم. وقال انه بيسعد بسماعي عندما نتحدث، وكان في اللغه الالمانيه. كل هذا حكى روني؟ هذا كله حكى روني. بتدرس من ورانا يا روني؟ شكله؟ طيب هيك احنا فتنا على تفاصيل يمكن في بداية الحديث عن ألمانيا، في بداية التعلم، ولكن في شقين وكأنه مشتركات أو قاسم مشترك بين الحياة هون والحياة لطالب جامعي وأكاديمي خارج البلاد، ألا وهو الفقر. مع أنه اليوم في طلاب يعني بحطوا عليهم ملايين الشواقل يمكن لما يطلعوا لبرا، بس الفقر هو عامل مشترك بالتحديد، وبفترة زمنية معينة كان كل الشرائح المجتمعية تقريبا هي غير قادرة على تمويل هذا التعليم خارج البلاد. بس بشكل عام بيقولوا هيك في مجتمعنا لما بنقعد جلساتنا أو سهرياتنا وليالينا بنقول الفقر بعلم والفقر مدرسة. أنا بحس أنه شوي عاطفي، لأن الفقر كمان بترك ندب في حياة الإنسان. شو ترك الفقر عندك في مرحلة معينة؟ نسميها الفقر هي قلة المال احتمال. المقصد طبعا هاي اللي خلال الدراسة كان الواحد شوي مقيد. نعم. يعني ما مصروف محدد ولازم الواحد يلتزم، تعرف عائلة. ولحديت أنا ذاك لحديت السنة الثانية في الدراسة، لحديت ما عملت امتحان إشي بسموه الفار فيزيكوم اللي هو الامتحان الدولي الأول. نعم. ومن ثم لما حصلت على علامات عالية أخذت هناك منحة من الدولة اللي ظلت منها لآخر الدراسة، وبعدها بقى في التمويل. وين حسيت فيه كمان مرة؟ لما جيت أعمل التخصص. في التخصص هناك ما بتقدرش تشتغل ببلاش، فيش شيء في النوع في ألمانيا. هسا بدنا تمويل حسب القوانين الألمانية، بقول لك بتقدرش تأخذ أنت أجنبي لما في عندنا ألماني. صح. عنده نفس الكفاءات.
فأنت لجأت لمساعدة عائلية. أي نعم، مساعدة عائلية وكمان مساعدة شخصية، لأن بديت كنت أشتغل في خلال أول سنة في التخصص، يعني شغل ما كنتش أستحي في أحد الحوانيت طبعا، ما كنتش أستحي نهائيا، لأني بدي أنا في عندي هدف، ما بتطلع فقط على الوسيلة وإنما الهدف اللي قدام عيني، ما بهمنيش الشوائب كلياتها. هسه هون حسيت فيه الحقيقة، بدي شغلة اللي هي ما بتتعلق في نقول بكل تواضع بقواي العقلية أو القواي الجسدية، وإنما في القوة التمويلية. نعم. هاي مثلا لاحظتها، هاي كانت في سنة 94. بروفيسور صح جدا انه بيقولوا هيك، العالم وسيع، بنفع نروح وين مكان ونفتح فرص، ولكن وينتا بيكون العالم ضيق بوجهنا واحنا برا؟ في اي لحظات حسيت انه الأبواب صارت تغلق غير وقت التوظيف وما بعد ربما التخرج، وأنت حسيت أن العالم ضيق عليك؟ هاي بدها تفكير، مش سؤال مش سهل هذا الحقيقة، بدي أرجع ساعات شوية في التاريخ. أنا رح أعطيك وقت تفكر، بس حالياً بدي أسألك عن شغلي أنت كمان ذكرتها بروفيسور، وهو كل موضوع تمسك ربما دول معينة بعقولها بأكاديميها. يعني أنت في المسار لتكون موظف حكومي في ألمانيا عانيت كثير. أي نعم. لسبب ويعود إلى أنه ألمانيا بالفعل دولة تبقي وتحتوي العقول فيها وموظفيها، بينما إحنا في بلد يمكن من ضمن العالم العربي وكأنه يشجع هجرة العقول. شو الفرق بين بلد يحتضن العقول وبين بلد يشجع هجرة العقول بطريقة غير مباشرة؟ هذا سؤال رهيب جدا الحقيقة، أحييك على السؤال، أنا مش متوقع ولكن سوف أتحدث بسهاب. الفرق، أنا ببدأ الحديث باقتباس من بروفيسور أحمد زويل رحمه الله اللي توفى قبل سنتين ونص. طبعا. شو قال؟ بالغرب الناجحون يبحثون عن الفاشل من أجل إنجاحه، وفي والشرق المقصد هو العالم العربي لأنه طرد عن الناجح من أجل إفشاله، الفاشلون يبحثون عن الناجح من أجل إفشاله. إحنا المشكلة نستثمر في الحجر وليس مش في البشر. صحيح. في الغرب بعلموه يقولوا أنه كانوا ما فيش ديمقراطية وما فيش أنا عارف في عنصرية وما شابه، بجوز قبل 200 سنة هسعة أنا لا أعتقد. أما في الغرب أبعود بكرر بيستثمروا في البشر لأنه المصلحة العليا هي المصلحة الاجتماعية اللي هي مصلحة الدولة، مصلحة المجتمع وليس المصلحة الفردية. يعني ابن ألمانيا لما بروحش على بيته مثل صديق اللي بروفيسور بيتا بروف متزوج عنده بنت، بروح على البيت كل 6 أسابيع مرة لأنه رئيس قسم بمنطقة ثانية. ليش؟ لأنه عنده الانتماء الاجتماعي وبده واحتضن، ومثل ما هو احتضن يحتضن طلاب كثير وأكاديميين كثير. صحيح. إن ليش؟ لأنه عنده إشي بيسموه شو بسموها السوفرينيتي، يعني على كد حاله بخافش إنه واحد يجي يكيمه. إن في عند العرب أول شغل بفكر فيه لما أنا أستاذ أمير بدي أعلمه، ما بطلع عليه كأنه تلميذي وبشوف حالي فيه وبده يعالج أولادي، بطلع عليه كمنافس. كمنافس. صح. وهنا المشكلة عندنا مشكلة فكرية وليس مشكلة أكاديمية. هاي كمان نظرتنا إلى الحياة بمحل أو بآخر، وهي النظرة كمان اللي بتقضي على كتير مواهب بتروح على هذا الخط كامل. مع أنه الوضع في الخارج متطور يمكن فكريا أفضل من مجتمعنا ومن بلادنا، مع كل الأوضاع طبعا السياسية والاجتماعية المركبة اللي فيها، بس عدت. بس قبل ما نحكي عن أسباب العودة ممكن نشوف الفيديو؟ يلا. معرفتي في الدكتور نزار وهو
كان في 11 والثاني عشر منذ أيام ألمانيا، وهو في سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة، سنة خامسة، كان يزورنا ويقعد في بيتنا، وهي علاقة قديمة. استضفته، كان عندي تلفزيون، تلفزيون جد كان عندنا، واستضفته بأوائل التسعينات، استضفت الدكتور نزار في برنامج إلنا اسمه وجها لوجه. هذا البرنامج كان يحكي عن المنطقة ومشاكل المنطقة وما يدور عنا. فالناس عنا كانت في متاهة في قضية الأسنان في تلك الفترة، ما بيعرفوا شو معنى التقويم، وما بيعرفوا شو معنى تقديم فك وترجعات للجمال. فاستضفت الدكتور نزار في تلك الفترة ووضح للناس وشرح للناس شو معنات العلاج، علاج التقويم والقضايا هاي الأسنان اللي إحنا ما كنا نعرفها فعلاً. وكان معنا على الشاشة أمثال اللي وراها للناس عندنا. ونزار كان عايش في ألمانيا وسافر، قاعد عندنا شهر ورحل. ففي الاستضافة الثانية اللي استضفته كان مخلص التخصص، كان خلص تخصصه. فناشدته بالله وباسم الوطن، وباسم أعرف أنه رجل وطني من الدرجة الأولى وبهمه إن وضعنا. فناشدته من قلبي: يا دكتور نزار، يا بروفيسور نزار، الله يرضى عليك، ما بصير خيرك لألمانيا ومبشر أهل وطنك. ناشدته من قلوبنا أن يعود إلينا، وفعلا عاد إلينا وأغنانا وفتح عيادته. وكانت بنتي أول بنت تدخل عملية تقديم فك في إخلف في إشرافه، عمل الموديل وكان في غرفة العمليات ورتب وضع البنت، كانت أول بنت. واكتشف هو في زيارتي، وهي كانت في صف سادس، كانت صغيرة، بكل بنتك الفك راجع لورا بدها عملية، لكن أنا مش هون، إن شاء الله ربنا بعيدني وسأعمل العملية. وفعلا عاد إلينا وعمل العملية، واليوم هو يعتبر بالمصافي الأولى في منطقتنا، إذا مش في الدولة، في قضية التقويم الفك وقضية تقويم الأسنان. أتمنى لكم التوفيق وإلى الأمام. إذن وجها لوجه مع الأستاذ محمد حسني غرة، تعليقك؟ مضبوط، هاي مفاجأة يعني مش متوقعها. أنا بدي أشكر الشريك في هذه الحلقة واللي ساعدنا بالفعل على الوصول لهذا الفيديو، الأستاذ عيد جبالي. فعلاً مفاجأة جميلة جداً، أستاذ محمد الحسني اللي هو بتعامل بالتراث واللي هو ملم اجتماعياً وثقافياً، اللي كان هو السبب، إحدى الأسباب ليش أبدأ أفكر أرجع إلى البلاد بشكل جزئي واشتغل في البلاد. فعلاً بنته هي كانت أول واحدة من العملية في مستشفى إخلف اللي بسموها الجراحة التقويمية في كان في 2006 أعتقد. ومنذ ذلك الحين قسمت الخير ما بين أوروبا والبلاد؟ أي نعم. زياراتك المتكررة إلى ألمانيا، هل هذا بقولنك أنت عم بتحافظ على خط رجعة ممكن إذا ساءت الأحوال في البلاد؟ بصراحة أنا ما بفكر بس بحالي، وإنما اللي بده يصير على الباقي بده يصير علي، يعني حتى لو ساء مش راح أبقى مبسوط هناك. نعم. ولكن أنا جزء كبير من حياتي الاجتماعية والأكاديمية كمان هناك موجود، لهذا السبب لهالساعات بعدني أنا بعلم في الجامعة، اللي محاضراتي اللي بعملها بشكل منتظم، وفي أحيان مرات أنا بقدرش أعمل محاضرة، زميلي بيقدر يعملها لعندي. أما إني أرجع، أنا موجود هناك. أنا شخصياً موجود هناك، موجود إن بيتنا هناك. بس خلينا هون حالياً، أي نوع كنافة بتحب؟ الممدودة ولا الحمراء ولا نابلسية؟ هذا سؤال ملغوم. هذا طبعاً كثير ملغوم. أي نعم. الحقيقة شوف، أنا نابلسية بفضلها. النابلسية الناعمة. طبعاً الناعمة. أنت أي كنافة بتفضل؟ الحقيقة كنافة رام الله. كنافة رام الله هي هاي اللي انعزمت عليها؟ أي نعم. برام الله. أي نعم. وصار في عندك شريكة حياة 100%. ليش كان أول ديت كنافة؟ أنا صدفة؟ لا مش صدفة، الحقيقة كنت أنا معزوم على مؤتمر هناك اللي أنا ما كنتش بدي أروح عليه يعني، أما وإلي
صديق حميم اللي هو بروفيسور عماد عبد الخالق المعاني اللي هو البروفيسور الوحيد في الضفة في عالم التقويم اللي هو اعتبره من الكوادر إذا مش على مستوى الضفة إنما عالميا، اللي عزمنا على هذا المؤتمر ورحت هناك ولقيت المحاضرة هناك كان إشي جميل جدا، وعرفت على ناس كثير ومن ضمنهم سيدي وفاء، سيد الدكتورة وفاء لزوجتي، وكنت خجول. حلت تمك وحلت حياتك 100%. مين بيشارك حياة الآخر اليوم؟ سيدي وفاء بتشاركك حياتك أم أنت بتشاركها حياتها؟ يعني في لغة أخرى، مين اليوم فارض أسلوب حياته أكثر؟ من أسلوب حياته أكثر متطرف والآخر يتلائم معه؟ واثنيناتكم يمكن أطباء من نفس المجال، من نفس الرأس يمكن؟ الحقيقة هي مش قصة تلاؤم، إنما نقول هيك هي تتفهمني أكثر بجوز من أنا أتفهمها، إنه يعني بجوز بسبب شغلي أو بسبب الـ 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 الضغط العمل اللي أنا موجود فيه أو الضغط الدراسي اللي موجود فيه، يعني هي تتلائم أكثر للوضع، بس لا يعني إنه يعني هذا من نوع الضعف إنما من نوع الحكمة. ولا أنكر أنها بتكون في عمل اللي هو العمل الأساسي عندنا في العائلة اللي هم الأطفال. بروفيسور صدقا، لو كانت الأدوار متبادلة أوكي والمناصب بالتالي متبادلة، لكنت مرتاح مثل اليوم؟ لا الحقيقة. عم بستنى إجابة أكثر هيك موسعة يمكن شوي. يعني أنا أول إشي بحترم صراحتك وصدقك، لأنه يمكن حدا تاني غيرك وهك عم نحكي عن أمور شخصية يطلع بتعرف وكأنه الجواب المثالي تبع أنا تمام مع الموضوع وأنا بدعم الموضوع وما إلى ذلك. نقول هيك إنه يعني إنه تعمل في نفس الطريقة اللي أنا بعمل فيها وتشتغل كثير، هي من ذات نفسها أعتقد لا تقبل هذا الشيء. أنا تعودت تشجعها على ذلك. طلع هي عندها ذكاء خارق، ده كل كلها الحقيقة. مسرقة قلبك أكيد عندها ذكاء خارق. ذكاء خارق وحكمة وكيف تدير الأمور. يعني أنا بعرف مثلا درست اللغة العبرية لوحدها وتتحدث اللغة العربية وتكتبها، وهي من سكان الضفة الغربية، لا تحمل الهوية الزرقاء حتى اليوم. حتى اليوم لا، ولكن مع هالجنسية الألمانية اهتمينا في الأمر هذا مثل باقي الأولاد. تتحدث اللغة الألمانية بطلاقة وتكتبها كمان مثل، إذا بديش أبالغ، مثل لغة الأم. على الطريق في جوابك أنت قلت جملة لابد أنه أتوقف عندها. سيدي وفاء تحمل الجنسية الألمانية كباقي الأبناء، لماذا؟ مش السيدي وفاء، ولكن لماذا اهتميت أنه باقي الأولاد أيضا يحملوا الجنسية الألمانية؟ على شو بتخاف عليهن اليوم؟ لا مش إحنا، لأنهم ولدوا هناك، ولدوا هناك، هسا حسب القانون بيطلع له الجنسية هناك. يعني مش رح أسأل أكثر. أما عشان نسهل حياتنا بالزمنات، يعني كنا لما بدنا نطلع مثلا على محل بسبب الجواز السفر الفلسطيني بيلزمها فيزا مثلا او تاشيره دخول. نعم. وانا ذاكر مره يعني كنا بنروح على تركيا، كنا بنروح مع العيله بالمطار، جعلنا انه اكتشفنا انه بجواز فلسطيني بدها فيزا، هيك انحلت المشكلة. ما قبل ما نفوت طبعا احنا بنوجه لها تحية سيدي وفاء وتد، كانت كمان مفروض تكون معنا الليلة ولكن لسبب خاص. اليوم مع كل هذا المسار الأكاديمي الطويل والعمل والتجربة المهنية الطويلة في مجال تقويم الأسنان، البحث والتدريس أيضا في هذا المجال، إنجاز بتقول أنا ماشي معه وحاطه في المرتبة الأولى، ممكن يكون مهني وأكاديمي طبعا.
الإنجاز الحالي بجوز لحديت قبل كم سنة كان إنجاز المهني الأكاديمي هو أعلى الأولويات. نعم. ولكن مع الوقت الأولويات تختلف. أو نكون نرجع لها قبل ما خلص تخصص الواحد أو خلال تخصص. إحدى الأهم إشي مهم جدا إنه لما بروح يشتري بدلة تبقى جميلة جدا للمؤتمر. بعدها التخصص. بعدها المسار الأكاديمي. والآن مع الوقت تختلف إنه العائلة أو الأولاد هم الهدف الأعلى لأنه هم الإنجاز. الرسالة بدي أوصلها مزبوط ومش بس أولادي إن أنا إنما الأولاد الآخرين اللي هم كطلاب أو متعالجين. الاهتمامات اختلفت. والأولويات اتغيرت والأطفال هم الأولوية العليا. طبيعة الدورة الحياتية كيفك مع الوقت بروفيسور؟ جاي من ألمانيا مفروض تكون على الليبرا. هات نفحصك. أي نعم. ساعة رملية لمدة دقيقتين إحنا معيرينها مفروض نشوف إذا بتقدر تجاوب على الأسئلة العشرة اللي محضرينها بسرعة شديدة. بلش الوقت. والدتك وهي امرأة أمية أمران كانت تتقنهما ولم تتقنهما أنت. شغلتين كانت تعرف تعملهن أنت بتعرفش تعملهن. تدير البيت وتعطينا العاطفة سموها الذكاء العاطفي. إذا ابنك بده يغادر أو أخذ قرار بأنه يغادر البلاد الآن قال لك يابا أنا بدي أهاجر، ردة فعلك الأولى؟ اجعل لك الغربة وطنا ولا تجعل الوطن لك غربة. حب الظهور عبر الإعلام للأكاديميين اليوم، أدخل العلوم إلى سوق رخيص أو أنه سوق العلوم إلى الناس وإلى الناس البسطاء؟ جعل العلم كسلعة اللي حقها لازم يكون جداً باهظ ولا يقدر في ثمن ولا يقدر في دعاية. كمثل تجميل الأسنان، هذا ليس تجميل وإنما طب أسنان. عظيم جداً. زرت ألمانيا كثيراً. خلال زياراتك وطلعاتك على ألمانيا كم مرة منهن كنت بالمطار في برلين وقلت يا ريت لو ما أرجعش على البلاد؟ ولا مرة. عظيم جداً. لو زوجتك وشريكة حياتك السيدة وفاء في منصب يجبرها على السفر كثيراً ويتطلب بقائك مع الأبناء، هل ستسمح بذلك؟ أعتقد لا. عندما عدت أول مرة من ألمانيا إلى البلاد شو تركت هناك؟ قلت المجتمع مش رح يتقبله، يمكن عادي، خلص الوقت يعني منيح نص نص مع الوقت. خلصوا الدقيقتين وإحنا وصلنا للسؤال السادس. هاي علامة نجاح بيقولوا صح؟ فوق 60% علامة نجاح. هاي أسئلتنا وهاي نقاطنا وهاي التفاصيل اللي حبينا نضوي عليها. يمكن الناس اللي بتعرفك والناس اللي شافت لك أي لقاء تلفزيوني سابقاً ما قدرت تسمع عن هاي التفاصيل أو تعرف عن هاي التفاصيل. إحنا بدورنا من بنحكي لبلد كتير مبسوطين بقصة نجاح من هذا النوع. بروفيسور نزار وتد، مبسوطين إنك شرفتنا، ولكن دائما ما قبل ما نقول الشكرا الأخيرة نترك المساحة لضيفنا يقول رسالة أمنية ممكن تكون فردية وممكن تكون جمعية لكاميرا بنحكي لبلد. شكرا بروفيسور نزار وتد، تفضل على كاميرتنا. أتشكر الزوم مساواة وأتمنى لكل الأمة الإسلامية لكل مجتمعنا رمضان كريم وكل سنة متسلمين. بأوصي الزملاء أطباء الأسنان أن نتحد من أجل العلم ونجعل العلم هو سلاحنا
تصرفنا الطبي الأكاديمي هو شعارنا. شكرا لكم. إذن هاي كانت قصة البروفيسور نزار وتد، وهي تفاصيل هذه الحكاية. بدي أشكركم مشاهدينا الكرام، كما بدي أشكر ضيفنا بالفعل على عطائه في الشق الشخصي كثيرا مثل حلقة اليوم. إلى حلقة جديدة، إلى اللقاء.